عرفنا لحضرتك عصام السيد محمود البيوم. كلمني، يعني احنا دلوقتي موجودين في صنباط حق كرة تبع المركز ومدينة زفتة، كلمني عن يعني تغيير المناخ وقد ايه هو أثر على المحاصيل الزراعية. دلوقتي في المؤتمر العالمي لقمة المناخ في مصر، هيعقد في مصر في الفترة اللي جاية، وطبعا المناخ متأثر في العالم كله، الانبعاث الحراري والتلوث وكل ده سهم، الحاجات دي كلها ساهمت بأثر كبير يعني في تغير المناخ العالمي، التعدي على الأرض الزراعية وإزالة المسطحات الخضراء وقلة المسطحات الخضراء، كل دي حاجات أدت إن العالم النهاردة بيعيش فترة اللي هي التلوث واتساع ثقب الأوزون ومش عارف مواويل كتير قوي. لكن لما نتكلم على الأرض الزراعية تحديدا، التلوث جاي لها من ناحيتين اتنين، تعدى عليها بالبناء وأثر المناخ كمان في الأرض الزراعية والمحاصيل. عندنا مثلا في على سبيل المثال بعض المحاصيل ما عادتش بتيجي في توقيت زراعتها، توقيت عندنا مثلا نبدأ في أول فصل الشتاء بدأت التغيرات المناخية دي تأثر على بعض المحاصيل عندنا، وبرضه في الصيف برضه عندنا الذرة السنة دي في مصر تحديدا وفي قرية صنباط اللي أنا بعيش فيها معظمه كله يعني تلفيات اللي حصلت الفلاح في محصول القمح كبيرة جدا. يعني محصول القمح والذرة تأثروا الذرة تحديدا، القمح السنة اللي فاتت لا كان ما شاء الله كان كويس. فالتغيرات المناخية دي كلها بتأثر على الحاجات دي، ما عادش برضه اللي هي الدورة الزراعية مواعيد، عايزين نختلف اختلاف المناخ أدى لأن برضه عايزين نبدأ بدري شوية في زراعة بعض المحاصيل ونتأخر في بعض المحاصيل الأخرى. ليه؟ لأن الجو ما عادش إيه زي ما كانوا بيقولوا زمان، جغرافية مصر حر جاف صيفا دفيق ممطر شتاء، النهارده بنشوف بعض فصول الشتاء درجات الحرارة عالية، بعض في الفصول في الصيف برضه انخفاض في درجات الحرارة في أوقات معينة، كل دي أدى لاختلاف الإيه؟ نسبة المحاصيل الزراعية. يعني الزراعة اختلفت مواعيدها. ماشي. المحاصيل الزراعية بدأت الصيفي بدأت يعني تدخل في الشتاء والشتاء بدأت يعني تدخل في الصيف. يعني في بعض المحاصيل في مثلا البنجر. البنجر ده يعني محصول اختلاف الجو بدأ السنة اللي فاتت كل على مستوى جمهورية مصر العربية من أول الصعيد لغاية وادي بحر، نسبة الإنتاج فيه تكاد تكون ضعيفة جدا. ليه؟ برضو اختلاف الموسم الزراعي بتاعته أو اختلاف العوامل الجغرافية أو المناخية والتغيرات المناخية اللي بتأثرت على بعض المحاصيل زي البنجر، زي البطاطس من سنة أنا شيء مطر في آخر شهر 4 البطاطس أدى لتدمير محصول بطاطس بنسب كبيرة جدا، وده برضو بالتالي أدى لارتفاع سعر البطاطس في السوق الفترة اللي قبل كده. لكن دلوقتي برضو نقول يعني تغيير المناخ برضو ليه عامل مؤثر في الأسعار. أكيد أكيد طبعا، معنا أثر على الإنتاج وبالتالي بيأثر على العرض والطلب في السوق. ما فيش إنتاج ما يبقى ما في الأسعار إيه عالية. يعني ده بالنسبة يعني بعجالة كده بالنسبة لإيه للتأثرات المناخية اللي بتأثر على إيه الدورة الزراعية. شكرا عبد. شكرا.